هل الهيئة لديها حصر أو تمتلك حصر بحجم الأراضي المعتاد عليها يا ست لو؟ احنا عندنا حصر تقريبي نقدر نقول، لان طبعا انت عارف حضرتك الارض الصحراويه متراميه الاطراف في الجمهوريه، وبالتالي ارض الولايه طبعا محصوره تماما. يعني احنا عندنا ارض الولايه حوالي 6 مليون و200 الف معتدى على تقريبا 40% من يعني حوالي 2 مليون و400 الف فدان تقريبا معتدى عليه. كمية الأراضي المعتادة عليها مترامية الأطراف، وعايز أقول لحضرتك الهيئة فوضت وفي تفويض لجهات ولاية أخرى للسادة المحافظين، علشان والمحافظ عنده السلطة دلوقتي أنه يقنن أي أرض وقع في محافظته، ويكون أهم شروط في التقنين وهي أن الأرض تكون مزروعة زراعة هادئة ومستقرة. هادئة يعني ايه؟ يعني مفيش مشاكل عليها، يعني مفيش الاقي في احكام قضائية ما بين اشخاص على الارض، ويكون اللي زارع هو اللي موجود على الارض، وتكون زراعة مستقرة، بمعنى انها تكون زراعة دائمة منتجة، ما تكونش زراعة هيكلية، ما يكونش زارع زراعة منظر وخلاص وبعدين يقول أنا عايز أقنن هذا الكلام. هذا الكلام طبعا إحنا عندنا من المهندسين الزراعيين اللي يقدروا فعلا يدخلوا على الأرض ويقدروا يقولوا عمر الزراعات دي كانت قد إيه، ما هي زراعات هيكلية أو زراعة مستديمة مثمرة. طيب، على مدار سنوات الحقيقة يا ست اللواء كانت بتوجه الاتهامات لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالفساد فيما يخص التعامل مع أراضي الدولة. قول لي يعني أسباب هذه الاتهامات إيه؟ ولما حضرتك توليت مسؤولية المدير التنفيذي للهيئة تصديت لده إزاي؟ تمام يا فندم، والله أنت حضرتك لمست حاجة مهمة جدا. يعني أنا هستأذن حضرتك، هو اللي الهيئة بأمانة شديدة يعني وليس عيب بقى، في الفترات السابقة الهيئة كانت في فترات معينة يعني عايز أقول لحضرتك في حالة استقبال وليس إرسال. بمعنى إيه؟ يعني عايز اقول لحضرتك المواطن البسيط عايز يعرف اي معلومه، حتى لو معلومه المفروض تبقى متاحه للجميع، بمعنى ان انا عايز اعرف انا قدمت وعايز اعمل معاينه. عايز اقول لحضرتك علشان المواطن كان يعرف توقيت المعاينه بتاعه او يكلم حد في هيئه التعمير كان شكل من الاشكال الصعوبه جدا، وكان بيضطر يلجأ للموظف الصغير اللي يفضل يتعامل مع المواطن، وللأسف الشديد كان عشان يديله المعلومة اللي هي من حق أي مواطن يعرفها كان في صعوبة جدا. تغلبنا على الكلام ده إزاي؟ أنا قللت احتكاك المواطن بالموظف إزاي؟ أولا عملت بوابة إلكترونية، وبقى في ممكن دلوقتي حضرتك تعرفي كل الأخبار عن الهيئة وتقدري ترسليني من خلال البوابة الإلكترونية. أدي واحد. اتنين، أنا عملت عشان أحل المشاكل القديمة بتاعت الهيئة. أنا بقول لحضرتك أنا بدأت أعمل عقود بقالها 20 و30 سنة ما اتعملتش. عملنا يعني سيناريو ظريف كده، من بداية الأسبوع كل أسبوع هذا الكلام بيتم، يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع أي مواطن عنده أي مشكلة مع الهيئة يقدم طلب من خدمة المواطنين ياخده ويكتب فيه المشكلة بتاعته. يوم الثلاث والأربع بيدرس في الهيئة من الجهات المختصة، من الإدارات المركزية المختصة. يوم الخميس من الساعة 10 الصبح لجيت الساعة 12 بالليل بنوصل لمرحلة 12 بالليل حسب عدد الحالات، من 30 ل 40 حالة حسب ما بتيجي في الأسبوع. وفي نفس الأسبوع بيواجه الهيئة مكتملة، كل مدير الإدارات المركزية بيبقى موجود وأنا على رأسهم، ونقعد ندخل مواطن عنده مشكلة ونبدأ نحط له برنامج زمني لحلول المشكلة، قول مشكلتك ايه ونواجه المسؤولين يواجهوا صاحب المشكلة. لدرجة عايز اقول لحضرتك هذا الموضوع حقق نجاح غير عادي، وناس حصل لها انفراجة غير عادية، لدرجة انها بقت يعني فعلا بقى مبسوطة جدا، لان بدأت تتعامل مباشرة مع المدير التنفيذي ومع كل المدير الادارات، ولقى كمان بنحط برنامج زمني لحل مشكلتك. يعني احنا ايا كان المشكلة عندي من نهاية التعمير، سواء تأخير في هيئة التعمير أو في مشكلة مع المواطن،
احنا بنقف على المشكله ونبدا نفنط المشكله ونبدا نحلها ونحط لها برنامج زمني للحل. ويتابعني المواطن بقى يا اما عن طريق الايميل ويتابعنا، يا اما عن طريق البوابه الالكترونيه، يا اما بيجي بنحدد له توقيتات معينه سواء للمعاينات او غيره، بحيث انها ما يبقاش الموضوع للعموم، المهمه في بتوقيت معين.